كلنا عارفين البروتوكول المتبع دلوقتي فيه رفع وتدعيم الجهاز المناعي. طبعا البروتوكول بقى فيه فيتامين سي، بقى فيه فيتامين دال، بقى فيه زنك، بقى فيه اللاكتوفيرين من الحاجات المهمة جدا. كمان بيدخل معاه دواء اسمه الريفاروس باير، ده بيستخدم في الوقاية من الجلطات وتذويب الجلطات الموجودة بالفعل او اللي اتكونت بالفعل. ريفاروس باير دي شكل العلبة بتاعته. ريفاروس باير في منه 3 تركيزات، 10 ملي وال 15 ملي وال 20 ملي. ايه حكاية الريفاروس باير؟ الريفاروس باير زي ما قلنا بيستخدم في الوقاية من الجلطات، الجلطات الرئوية او الجلطات القلبية او اي جلطات في الجسم. كمان بيستخدم زي ما قلنا في تزويد سيولة الدم او زيادة سيولة الدم وتدويب او تذويب الجلطات اللي تكونت بالفعل. طبعا ريفاروس باير الدكتور المعالج او الطبيب المعالج هو اللي بيوصفه، ويبتدي من مضاعفات الكورونا بيبتدي يحصل جلطات في الدم او جلطات في الرئة. اكتر مكان معرض انه يحصل فيه جلطات هو الرئة، بيبقى سبب بتكوين الجلطة ديت بيبقى في الفيروس بيهاجم مستقبلات اسمها ACE2 موجودة في الغشاء المبطن للخلايا، ومجرد ما الفيروس يرتبط بالمستقبلات ديت بيبتدي الأوعية الدموية تطلق بروتينات في الدم بتسبب تجلطات في الدم أو تجلط في الدم. كمان الفيروس مجرد ما يهاجم الجسم يبتدي يحصل إثارة للجهاز المناعي، فيبتدي يحصل استجابة التهابية ويبتدي يحصل نشاط مفرط في جهاز المناعة بيؤدي لحدوث بعض الجلطات أو التخثر في الدم. وبالتالي بيجي هنا دور الريفارو سباير اللي هو بيستخدم في الوقاية من الجلطات، الوقاية من الجلطات والتدويب الجلطات اللي تكونت بالفعل. وطبعا ولكن طبعا بعد ما بيتأكد الطبيب ان في جلطة متكونة بعد الاطلاع على الأشعة والتحاليل، وابتدي يوصف الريفارو سباير. يبقى الريفارو سباير بيستخدم في حالات الجلطات. الدواء ده بيبقى ليه بعض الأثار الجانبية، ممكن يزود من سرعة دقات القلب، ممكن يعمل شحوب في الجلد، ممكن يسبب اصفرار في الجسم أو اصفرار في العين، في بعض الأحيان ممكن يعمل مشاكل داخل المعدة زي الإمساك أو الإسهال، كمان ممكن يعمل نزيف في اللثة أو في منطقة الأنف. دي الأثار الجانبية المشهورة اللي ممكن تحصل من استخدام الدواء ده، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. موانع استخدام ريفاروس باير، ريفاروس باير ممنوع استخدامه لو حد عنده حساسية من المادة الفعالة بتاعته اللي اسمها ريفاروكسابان، لو حد عنده حساسية ما ينفعش ياخده. برضو ممنوع لمرضى اللي عندهم مشاكل في وظائف الكلى ووظائف الكبد. ممنوع أثناء الحمل والرضاعة، أثناء الحمل والرضاعة. كمان الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، قرحة في المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي برضو ما ينفعش ياخدوا. في الاخر نقول على بعض الاطعمة المهمة جدا لمنع تكوين الجلطات والحماية من الجلطات. عندنا مثلا بعض الاعشاب زي الزنجبيل والكركم والنعناع والزعتر، عندنا كمان الفواكه زي الاناناس والتوت والعنب والبرقوق. الحاجات دي كلها مهمة جدا في زيادة سيولة الدم والمنع من او بتقلل من احتمالية الاصابة بالسكتات الدماغية. عندنا الشوكولاتة الداكنة او الغامقة بتحتوي على كمية كبيرة من الكاكاو اللي فيه الفلافونويد. عندنا التوم برضو مهم جدا. عندنا الأسماك زي السلمون والماكريل والسردين، الأسماك دي كلها فيها الأوميجا 3 اللي هي بتعزز من مستويات الكوليسترول النافع وبتقلل من الكوليسترول الضار في الدم. عندنا البصل اللي فيه مادة الكريستين المضادة للأكسدة. عندنا بعض الأكلات اللي فيها فيتامين هي أو فيتامين إيه زي صفار البيض والمكسرات وزيت جنين القمح والحبوب الكاملة والأفوكاد والبروكلي. عندنا الطماطم ديت أهم الأكلات اللي هي بتساعد في منع تكوين الجلطات. طبعا في نصايح عامة في الآخر، نزود من ممارسة الرياضة، نقلل من التدخين على قد ما نقدر أو نمنع التدخين خالص، ناخد الأدوية في المواعيد المحددة بتاعتها، نتجنب الأكلات اللي فيها دهون كتيرة زي اللحوم او الاكلات اللي فيها دهون او الاكل المقلي او الوجبات السريعه. الحاجات دي كلها بترفع من نسبه الكوليسترول في الدم. كده الفيديو بتاع النهارده انتهى. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشيروا الفيديو، وريت تدعمونا بلايك.
واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم، إلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.